السلام عليكم، أهلين فيكم في الجزء الثالث. أخيرا وصلنا للجزء الثالث، فاللي ما شاف الجزء الأول والجزء الثاني يشوفه يكمل معنا الفيديو هذا. خلونا نبدأ. بس حبة كانت موجودة اللي اطلقوها من القمر عشان يحطون العلم. بس ثنتين من الموجودين. زين الباقي وين؟ موزعين أكيد. يا في متاحف ثانية ما فيها كلام. Man walk on moon. يا هذا حتى لا ما حد مصدق إنهم صلوا يكذبون. يا عادي صراحة ما بينه وما بين. أكبر شيء اللي يقولون إنه العلم شان يرفع. العلم ليش يرفع فيه؟ يقول انه ما في شيء هنا. شوف يعني الصورة يعني تعب انا بس مسوي كل شيء و... لا ونسوا غلطه بسيطه زي كذا غلطه غبيه اللي مسوونها. هو يقول لك دائما الجريمه كانت تكمل لازم في غلط. عند الغلط دقيقه الظاهر انه في حديده يعني او شيء في شيء صلب لأن هم لو بيحط العلم شيء طبيعي في حديده صح واقف شيء صلب. لأن يعني ليش فايده العلم تحطه وطايح؟ انت لازم ترفع عشان تخلي واقف عشان يبين. طب ليش ما طلعوا مره ثانيه بس مره واحده من سنين نشوف هني قدام ايش يسوون. بس في رصه في الحديده بس مو علمون المون ما في اللي الرحله الوحيده هذه وما حد سواها بعدهم ولا قال لهم على قولتهم. هذه هي هذه ايش سماعه المركب؟ لا المركب لا الحين تفضل لازم تشتريها. هذا ما ترى لعبة ذي إيه اللي لا ذي ديزاين حقه ترى شبه هذا جاز إيش ذا كمان كان يستخدمه شكله في نفس المركبة كان حساب. هذا الدونيش هذا كأول تخش وتدفع تبرع هذا الساعة حقه وش هذا نريح فيها. هذه المركبة هذا اللي هبطت هذا نفس الحركة الساعة هذه مالت من ذا؟ صار السمك هذا نروح على هذا اللي حط طور رجل على القمر. مين هو ذا؟ نيل. هذا اللي حط هذا اللي قام يقول one step for مدري man huge leap for humanity. هذا يا سيركت بورد. شوف الأوريجينال سيركت بورد. شوف كم سيركت فيه هذي. مرة كثير. كل سيركت فول أكثر من الثاني. أو ذا حق الروكت ذا. أنا أقول ليش حاطينه كذا شكل؟ فال أوت أوكي لا تدخل ترى في راديشن. فال أوت شلتر كيف صدقت؟ كل شيء طبيعي ما في. شنو الأصل يعني حطهم شوف هاك فوق. ما هذا؟ كونفرجن كونفرجن إنتو إنتو بايتس. مرة شكرا. مكان. شو هذا كلمة بوزمان كيف يكتبونه؟ الكلمة كل حرف حرف اللي بيه بكتبه ترى أول 01000010 هذا بس بي. الله شوف الكلمة صرت تكتبها كاملة. هذا اللي بيكتب اسمه ياخذ الحروف ذيلي ويحطهم مع بعض. هذا وكابيتال اسمه تختلف كمان. هذا شو اسمه؟ إيه هذا هم في الرحله كيف ان البرمجه مالتهم على حسب اللي هي اللفه مالت اللي لازم تقارب عاد تشوفهم لفه هذه حدايق صارت يمين صارت على حسب الريزستنج الريزستر المقاومه مالت هي الكهرب تعرف اللي هي النتيجه اللي هي واحد او صفر او صفر اي فهم ذي اللي يخيطونهم يدويا حريم يسوون يخيطون هذول كلهم عاد هذا تلقاه
تلقى واحد صفر واحد هذا بس هذا كله. شوف التشبيك حقاتهم شوف. اي بان هذه قطعه واحده وتشبكها في واحده وتشبكها في ثانيه حتصير هذا حتصير خريطه حتصير مره كبيره والله. والمشكله انه سووا اكثر من نسخه اللي هي احتياط السيفتي سووهم نفسهم اكثر من واحده. والله شيء متعب. وكل هذا بعد خياطه باليد. زوم زوم شكرا قدرت اشوفه ما قدرت اشوفه بعينك الربطات هذول نفس ما هي واضح حقيقي صعب يعني هذه الربطات انت قصدك الربطات هذه اللي زي كذا واللي زي كذا واللي زي كذا هذه موجوده هنا ايه اوف لا مستحيل يبيني اجيب مجهر ايه اللي بالها مجهر من جد يبالها مجهر بالجوال بيطلعني يبيني اخش بين الخطوط اللي في الوسط يعني كذا يمكن نوصل بالكاميرا بس بمجهر بمايكرو يبي لك عشان مايكرو صغير شيء مره صغير مجهر لو انه ما في مجهر كما اذا الكاميرا تسوي ذي كنسلنا المجهر ما يجيب هذه صورة وين تشوفهم ولا شبه الربطات شفتهم لا 2 جيجز بس ذي كلها 2 جيجز تصدق واجد تقول لي كثير عليها لا تصدق واجد على التاريخ ترى سجل الذاكره صرت بيها خطني حقيقية الذاكرة ترى ذكية يا مرح أما والله حقيقية يا الله حقيقية على عمل صورة هذا الفجير والراسة جيني الحين بيقول لك الصوت الصغير البوبولي ده ما أدري صوت السلحفاة صوت من شيل هذا صوت النملة خلنا نروح نشيك عليها نجيب هذيك نخلع واحد هذا ليش كمان إيش هذا هذا مخ يا ايش هو الكائن ده النمله طب هنا حاطين براين برضه براين كلاو اللي هو المخالب حقته ولا التوث الاسنان حقت مين برضه النمله ما اقول اللي فوقك اوكي جميل هذا مخ النمله يعني كثيره هذا النمل هذا مخ. Actual ant brain microscope live cam هو هناك ترى مخ. بس ما يقدر. إيه ما أدري شو بس إنه هناك موجود. متسكر العدسة هذه. الشيء احترم. الحين ترى احتمال هذا يصير غلط. إيش هو اللي يصير؟ يا. لأن يقولون ديناصورات فيهم. يا زي الفيل مثلاً. لا ديناصورات ديناصورات. يقولون يمكن فيها ريش. أوكي صح ما حد. السنة اللي راحت قام يقولون في احتمالية أن الديناصورات فيهم ريش. بس راح ريش مع الفترة يعني طاح. لا طاح ما قدروا يخمنوا. طيب ماتوا كلهم صغار. الريش راح. والأجسام اللي موجودة والعظام اللي نشوفها. عظام هذه. ما يساوي الهيكل بس ما تخيل الهيكل. أزك الشكل. وأقول لك ممكن زي الفيل عنده الخطوم هذا ممكن عندهم غضاريف برضو ترى خارجية بس ما حد يدري عنها يا ممكن. بس لازم على الأقل الشكل كذا خفت لا تغيره شو المخ كيف واحد الهيب والله كذا شكل مرة خفت شوف علي هذا مخ الإنسان كم يحفظ كوادرليون بايت بعد البليون شيء مرة كثير هذا الهيومن وش هذا الخوخ هذا الهيومن هذا الضفدع هذا سمكة شكمة طير وفي يفع وفي أرنب رين المخاخ بينغوينغ هذا مو البطريق ولا البطريق اللي في الثلج يسوي كذا يعني بينك والله الحين سوى زي كذا انا ضحكت البطريق بالليش ما ادري باللي يمشي وهذا ضفدع سبحان الله تي ريكس شوف كل واحد بحجم مخه ايش اللي يساوي ايش هو ينفتح هذا ويمشي هذا الرنين المغناطيسي اثرته شكله دي ان اي حق الدي ان اي وليل السلام عليكم 2
مرة رجال ولو الشنطة عندها بعد ومن معدن اوه أرنا استغفر الله يعني داخل الغرفة This C-3PO, they're from iRobot, Arnold from Terminator, Space Camp. The Star Trek. Okay. Star Wars. هذا برضو. والي هذا روبوت بعد الحد هذا كلب مسوينه سوني ذا كابتن من سوني ولا ممكن تكون اي شايف بيتزا برجر والله انا ايش هذا كمان هذا هاش براون ولا ايش هو ده والله مطعم خلاص والله ما في لي انا الحين صح ماكدونالدز كذا هذا موجود صحيح حقيقي اي يوم رحت هذا المستقبل حق سيارات الاوتو بايلوت في ذي شغل دركسون يطبلون هذا خلاها يمين يسار يسار يمين وي وش هذول الاثنين اللي هو ما اعرف هذول الاثنين اللي جاني بس قدم معهم والله كان هذا من اوكي خلصنا الجزء الثالث باقي لنا جزء واحد وخلاص كذا نخلص الفيديو الفلوق كامل ف نهاية الفيديو أو الفلوق لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعملك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني وإن شاء الله يكون الفلوق عاجبكم يعني فالسلام عليكم.